هذا وجابت شوارع مملكة البحرين احتفالات شعبية بمناسبة الأعياد الوطنية حيث عبر المواطنون والمواطنات عن سعادتهم بهذه المناسبات الوطنية التي تمثل فرصة لتشديد انتمائهم الوطني والتفافهم حول قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. واعرب المواطنون عن اعتزازهم بما حققته مملكه البحرين من منجزات تنمويه رائجه في كافه المجالات وما شهدته من خطوات متقدمه ومتسارعه على طريق التقدم والتطوير والانجاز في ظل المشروع التنموي الشامل لجلاله الملك المعظم